مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا اسماء محمود، استشاري عقاري من شركه نيو ستارت الاستشارات العقاريه. النهارده جايه اكلمكم عن بلو بلو اللي موجود في العين السخنه، وليه نشتري في بلو ما نشتريش في اي قريه تانية. تابعوا معانا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس. تعالوا نتكلم عن الاونر اصلا بتاع بلو بلو هو مين. هي شركه مطوع جروب، ده المملوكه للمهندس محمد مطوع. ده بقى له حوالي اكتر من 19 سنه في السوق. بنتكلم ان هو باني اكتر من حاجه، احنا بنتكلم في حوالي 1200 وحده متسلمين بين عمارات سبرت، بين وحدات اداريه، بين اكتر من كومباوند اصلا موجود معانا. طيب نتكلم اصلا هو عنده ايه وباني ايه قبل كده. اشهرهم هي كوارتر بيزنس اللي موجود في التجمع الخامس، وكمان عامل لافيدا، وعامل مشروعين في العاصمه الاداريه لسه اللي بيلونش بيهم دلوقتي، وكمان عندنا اكتر من حاجه تانية في بلو بلو في السخنه. بنتكلم دول اشهر الحاجات اصلا اللي موجوده دلوقتي. ومعانا حاجه تانية اسمها اتش كيو، ده موجود برده معانا. فهو كملأه ماليه قويه جدا، وكمان كبزنس عامل فوق ال 1200 وحده مباني، فدي حاجه كويسه جدا وموجود معانا تراستد ان احنا خلينا نشتري مع شركه مطوع جروب. تعالوا بقى نتكلم عن اللوكيشن بتاعنا وازاي ان هو لوكيشن مميز قوي، وكمان في نفس الوقت احنا متجهين مع الدوله في نفس الاتجاه، ان الدوله تتجه ناحيه الجلاله، فاحنا كمان في طريق الزعفران. طيب احنا بنتكلم ان احنا فين بالظبط؟ احنا في طريق الزعفرانه في منطقه اسمها طواحين الهواء. ايه ميزه منطقه طواحين الهواء دي؟ ان هناك ارتفاعات الجو مظبوطه، مع يعني تعادل الحراره مظبوط هناك 24 ساعه في ال 12 شهر بتوع السنه. طيب احنا بنتكلم ان احنا بعيد عن بورتو بقد ايه؟ احنا حوالي 30 كيلو بالظبط من بورتو، يعني بنتكلم في حوالي 10 دقائق. من بوابات السخنه بنتكلم ان احنا 25 دقيقه بالظبط، بنتكلم ان احنا 90 كيلو من العاصمه الاداريه الجديده، يعني بنتكلم في حوالي 45 دقيقه. بنتكلم ان احنا من القاهره بالظبط، من قلب القاهره، بنتكلم ان احنا 130 كيلو، يعني حوالي 75 دقيقه بالظبط. فاحنا قريبين من كل حاجه، وفي نفس الوقت احنا قريبين كمان من الجلاله. احنا بعيد عن الجلاله بحوالي 5 كيلو، يعني بنتكلم في اقل من 5 دقائق. تعالوا بقى نتكلم عن القريه بتاعتنا اصلا والديزاين بتاعها. احنا القريه بتاعتنا بما يعادل حوالي 30 فدان. بنتكلم ان احنا القريه بتاعتنا عباره عن حروف يو على مصاطب قدام البحر على طول. اعلى مصطبة عندنا 13 متر، اقل مصطبة عندنا 3 متر. فاغلبيه الشاليهات عندنا شايفه فيو، ده طبعا هنوضحه لكم بصور في اخر الفيديو. هنوريكم اصلا المراحل عندنا شكلها عامل ازاي. هي عباره عن حرف يو على البحر دايركت، وكمان بيكون قدام الحروف اليو دي بيكون في بولز وفي ليكس. تمام، بنتكلم ان احنا عندنا اكتر من مرحله. احنا طول الشط بتاعنا حوالي 300 متر، في عرض 100 متر، كمان عمق القريه من اول من ابعد شاليه لحد البحر على طول بنتكلم في حوالي 270 متر. فاحنا قريبين جدا من البحر. احنا جنبينا مين؟ جيراننا اصلا ماونتن فيو 2، جنبينا لافيستا، فاحنا الكاتيجوري بتاعنا حلو جدا، وكمان في وسط قريتين من اقوى القرى برده اللي موجوده. غير كده ان احنا اسعارنا تنافسيه وعندنا اكتر من مرحله. تمام، يعني نقول ايه المراحل اللي عندنا وبعد كده نشرحها في الجزء الثاني مفصلا بيها. احنا عندنا مرحله اسمها انديجو، عندنا سيان، وعندنا رويال، وعندنا اوريدي مرحله ثانيه اسمها نيفي. دول المراحل دلوقتي اللي موجوده ونقدر ان احنا نتكلم فيها بشكل مفصل اكتر. تعالوا بقى ندخل جوه المشروع شويه وندخل جوه المراحل بتاعتنا ونميز كل مرحله عن الثانيه. احنا هنتكلم عن اول مرحله بتاعتنا، هي مرحله اسمها ازوري. ازوري دي على ارتفاع من البحر على طول 13 متر، يعني اول مصطبه 13 متر من البحر. طيب بنتكلم ان هي كارتفاع بالنسبه للبحر، فانا شايف فيوهات قويه جدا. غير كده ان المرحله دي بيكون فيها جوه الحرف اليو بتاعنا زي ما قلنا، دي بيكون فيها بول وليكس. تمام، دي فيها مساحات عندنا بتبدا معانا من اول 100 متر بتوصل معانا لحد 135 متر. طيب البيمنت بلان بتاعت المرحله دي كويسه جدا، ان احنا بنتكلم ان احنا ندفع 15% مقدم ونقسط البيع على 5 سنين. دي اول مرحله بنتكلم عليها. تاني مرحله هنتكلم عليها هي مرحله انديجو، كمان في مرحله تانية اسمها سيان. دول مرحلتين استلاماتهم 3 شهور، بنستلمهم متشطبين وفوري، وبيكون برده في مراحل فيهم قريبه جدا من البحر. تمام، تعالوا نتكلم عنهم شويه. احنا بنتكلم ان انديجو دي فيها مساحات بتبدا معانا من اول 120 متر بنتكلم لحد 140 متر، وسيان كذلك بنتكلم من اول 110 متر بنوصل لحد 140 متر.
دي بالاسعار بتبدا معانا من اول 1,950,000 بتوصل معانا بقى لحد 3,000,000، بندفع لها 25% وبنقسط على 3 سنين وبنستلم دلوقتي فوري وكمان متشطب. كمان هنتكلم على مرحله جديده اسمها نيفي. المرحله دي مرحله مميزه لان هي فيها ال2 بيدروم وال3 بيدروم وال4 بيدروم وكمان في 5 بيدروم، ودي بتبقى قليل قوي لان بنلاقي المساحات دي اوريدي في مساحات فيلات. دلوقتي احنا بناخدها على شاليهات يعني فلات، وكمان ممكن ناخد حاجات ارضي بجولد. طيب بنتكلم ان احنا عندنا المساحات من اول 110 متر بنوصل لحد 220 متر باسعار برضو وهميه، بنتكلم من اول 2,100,000 بتوصل معانا لحد 5,500,000 وبرضو متشطبه وبيمنت بلان مميزه جدا ان احنا بندفع 10% مقدم، يعني حوالي لو هناخد اقل واحده بنتكلم في حوالي 210,000 وبنقسط الباقي على 8 سنين متساويه. فدي كده المراحل اللي احنا بنتكلم عليها، ودي المراحل بتاعه الابارتمنت الموجوده عندنا او الشاليهات. عندنا الشاليهات بتبقى ارضي بجاردن واول وتاني بروف، دول الشاليهات عامة اللي موجودة عندنا. وهنكمل دلوقتي مرحلة الفيلا اللي هي مرحلة رويال. تعالوا بقى نتكلم عن اخر مرحلة، ودي البومبونية اصلا بتاعتنا هي مرحلة رويال، اسمها رويال ليه؟ لان هي اوريدي كلها فيلات. احنا دلوقتي المساحتين اللي موجودين عندنا هي 251 متر و 273 متر. طيب احنا بنتكلم ان دي اقرب مرحله للبحر، احنا بنتكلم ان هي الفيلات اغلبيتها على البحر مباشره. عندنا بتستورت معانا الاسعار من اول 7,500,000 لحد بتوصل معانا لحد 9,500,000. طيب بنتكلم ان احنا ايه شكل الفيلا بتاعتنا؟ الفيلا بتاعتنا بتتسلم اوريدي متشطبه وبتتسلم كمان بالبولز بتاعتها. طيب احنا عندنا ارضي واول وتاني، وعندنا الروف الارضي جوردن وعندنا الاول والتاني، وبعد كده عندنا الروف، كل ده بحمامات سباحه ومتشطبه، وكمان احنا على البحر دايركت. زي ما قلنا احنا عندنا بقى بيمنت بلان مميزه قوي ان احنا ما بندفعش مقدم خالص وبنقسط الباقي على 4 سنين، او ان احنا بندفع 15% مقدم وبنقسط الباقي على 5 سنين، والسلام بتاعنا بتاع الفيلات دي 6 شهور بالظبط. يعني احنا القريه بتاعتنا فيها مميزات وفيها سيلينج بوينت قويه جدا ان احنا عندنا حاجات استلامات فوري، كمان عندنا حاجات بتستورت مع حضرتك من اول زيرو مقدم توصل معانا لحد 8 سنين اقساط. طيب تعالوا نتكلم بقى ايه الخدمات اصلا اللي تخلينا يعني نمتلك في القريه. اولا احنا برضو دخلنا فكره النايت لايف جوه القريه بتاعتنا. يعني ايه دخلنا فكره النايت لايف؟ اغلبيه العملاء او العملاء بتاعه السخنه نفسها او احنا نفسنا ما بنحبش نروح السخنه لان هي بتبقى ممله، بنيجي لحد الساعه 8 بالليل وما لقيش حاجه نعملها، فكلنا بندخل الشاليهات وبنبدا ننام وبنصحى تاني يوم برضو نقعد على البحر، وبعد كده ما قدامناش اي حاجه تتعمل تاني. احنا وفرنا لحضرتك كل الخدمات اللي انت تقدر ان انت تستخدمها حتى بعد الساعه 8 بالليل. احنا عاملين بولز حضرتك تقدر تقعد عليها بالليل براحتك جدا، دي برده بتبقى فيها هيتر، بتبقى اوريدي امنه جدا للاطفال لو حابين كمان ينزلوها بالليل. بعد ما طبعا احنا عارفين ان بحر السخنه شويه قاتم فما نقدرش ان احنا ننزله بالليل، فاحنا ممكن نعوضه بالبولز اللي معموده جوه القرية نفسها. كمان عندنا فندق 5 ستار ده هيكون موجود معانا، ده بيسيرف على القرية كلها. كمان عندنا في بقى اللي هي الفاسيلتيز اللي موجودة على البحر نفسها، عندنا كلاب هاوس ده بيبقى فيه جيم فيه جاكوزي وفيه سبا لو حضرتك بتحب تمارس الرياضة الصبح، ده موجود عندنا. عندنا مطاعم عائمة على البحر، عندنا كافيهات، عندنا باربيكيو اريا، عندنا اكتر من حاجه جوه القريه حضرتك تقدر تستمتع بيها. عندنا كمان كايت سيرفنج، عندنا اكتر من حاجه تاني ان احنا نقدر ان احنا نستمتع جوه القريه بتاعتنا. فاحنا ما حرمناش حضرتك من الخدمات اللي موجوده، وفي نفس الوقت دخلنا فكره النايت لايف، وفي نفس الوقت عندنا المساحات من اول 100 متر، كل ده موجود عندنا في القريه باسعار بتبدا معانا من اول 1,850,000، وكمان الصيانه بتاعتنا 10%. ده كل اللي موجود عندنا في القرية. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. أنا كنت معاكم أسماء محمود من شركة نيو ستارت الاستشارات العقارية. لو في أي استفسار عن أي بوينت موجودة في القرية ياريت تكلمونا على الأرقام اللي هتظهر قدامكم. نشوفكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله.